النهارده في مباراه فيوتشر كل الناس النهارده شايفه ان مان اوف ذا ماتش او نجم المباراه بلا منازع هو احمد رفعت. احمد رفعت النهارده عمل فيها كريستيانو وتالق في كل حته في الملعب، رفعات تلاقي، اهداف تلاقي، قصص تلاقي، اسيست تلاقي. ايه اللي حصل يا حماده النهارده؟ حبيبي يا كابتن سيف، ربنا يخليك. ايه النهارده الغزاله رايقه ليه كده؟ يعني ماتش فاينل وبطوله احنا يعني مركزين فيها من بدري قوي، وكان هدف واضح من اول ما بدانا. فالنهارده كانت اخر محطه يعني، فما كانش فيه اي حاجه غير ان انت لازم تبقى مركز وفايق وبتقدم احسن حاجه عندك عشان في الاخر النادي يحقق هدف. والحمد لله ربنا اكرمنا وحصل في الاخر، فالحمد لله يعني. الحمد لله. يعني انت بتفكرني النهارده بجمله ايمن الكاشف المعروفه، اسرع ديليفري في مصر. يعني النهارده مروان ينزل يلاقيه على راسه، فاروق ينزل يلاقيه على رجله، ما في عاطف عايز حاجه ماشي حاضر. الحمد لله والله فعلا. يعني كنت مركز بشكل كبير النهارده ان لازم يعني لازم نعمل حاجه كلنا عامه، مش انا بس، كل اللعيبه. والحمد لله ربنا وفقني وقدرت اعمل كذا كوره. يعني كان الهدف الاولاني ان الفرقه تكسب ايا كان بقى، مين يجيب الجون او مين يعمل جون، بس في الاخر كرة توصل وتخش الجون والنادي يكسب ويحقق هدفه. الحمد لله الموضوع اتختم باحسن شكل ممكن، يعني اداء ونتيجه كبيره وفي ماتش فاينل. ده بيدل على ان يعني انه ده نادي كبير بيديره ناس كبار وبيدربوا مدرب كبير وجهاز فني كبير، عشان كده جابوا في الاخر لعيبه كبار. واحنا الحمد لله كنا بنحاول دايما ان احنا نقدم مسؤوليه، وده في الاخر اللي حصل، وبنحاول نثبت ده طول الوقت. يعني الحمد لله خلاص قدرنا ان احنا وصلنا ان احنا نلعب افريقيا، وده كان هدف واضح. وكان النهارده الهدف كبير ان احنا ناخد بطوله في اول سنه لينا مع النادي، نادي لسه طالع من تحت ويحقق بطوله في اول سنه، فدي حاجه اعتقد ما حصلتش قبل كده. الحمد لله. عماد متعب قال لك ايه وانت بتسلم عليه؟ انا بحبه جدا على فكره، يعني انت مش متخيل. انا الراجل ده يعني من وانا بتفرج عليه، من وانا لسه كنت عيل صغير وبتفرج عليه، بحبه جدا. حتى يعني احنا ما اتقابلناش كتير، فترات قليله جدا، لكن انا بحبه في الكوره لما كان بيلعب كلاعب كوره، وحتى بعد كده لما وهو بيحلل. بني ادم محترم جدا الحقيقه، ودايما ببقى مبسوط لما بشوفه، يعني ببقى سعيد وبحاول دايما ان انا اتكلم معاه، لان هو من الناس اللي انا بحبها جدا الحقيقه. قال لك ايه النهارده؟ والله قال لي مبروك وحاجه محترمه، ودايما بتقدم اداء كويس، ودايما بتمشي باحسن شكل، ودايما لما بشوفك بتكلم عليك كويس، ويعني هو يعني على طول الحقيقه، كل ما بنتقابل او كل ما بنتكلم انا ببقى مبسوط انا بتكلم معاه، وهو شايف ان انا بعمل بقدم اللي عليا. ف يعني شرف كبير الحقيقه عامه، ان هو من الناس اللي انا بحبها جدا وبحترمها على المستوى الشخصي يعني. ف اتمنى له كل التوفيق يعني في الكارير الثاني بتاعه. يعني دايما اي لعيب يجي له وقت كده يقول انا جاهز دلوقتي للمنتخب. اوكي. هل ده الوقت؟ والله يا كابتن يعني انا عارف ان ده مش قرارك، وعارف ان ده قرار جهاز فني. انا بتكلم احمد رفعت وقاعد مع نفسه وعادل مع نفسه. انا دايما جاهز في ناديه وبحاول اعمل احسن حاجه في ناديه، وفي الاخر لما بتبقى جاهز في ناديك وبتقدم احسن مستوى ليك، فاكيد بتبقى جاهز للمنتخب. يعني الحمد لله حتى الفترات اللي فاتت لما رحت المنتخب كان كل تركيزي ان انا اعمل احسن حاجه عندي، واعتقد يعني بشهاده الناس انه الفتره اللي فاتت اللي قضيتها في المنتخب كانت بشكل كويس، وهحاول طبعا ان انا لو موجود تاني اعمل احسن حاجه. وده عشان يعني طول ما انا بلعب في ناديه او في منتخب هدفي دايما ان انا اعمل احسن حاجه عندي. ف يعني لو كنت ضمن اختيارات اكيد انا مبسوط وهحاول اظهر باحسن شكل، ولو ما كانش كده فمشجع لبلدي طبعا في الاخر. في كل الاحوال مفيش مشكله يعني. في فيوتشر السنه الجايه؟ مش قراري. يعني ده قرار النادي، انا مرتبط بعقد مع النادي، ولكن لو حضرتك حتى تسالني عن قراري فانا مبسوط بشكل كبير. حضرتك عارف الاجواء في النادي والناس المسؤوله عن النادي موفرين كل شيء بحيث ان انا نظهر باحسن شكل،
وده هدفي ان انا دايما اظهر باحسن شكل. فلو انت عندك مكان مرتاح فيه وقادر تقدم احسن حاجه عندك فليه ممكن تفكر تخرج. لكن لو النادي لو انا عندي عرض او او او, أو ايا كان العروض اللي موجوده فبروح اقدمها للنادي. ده الشيء الطبيعي. انت بتقول للنادي انه في حاجه ولو النادي مرحب وشايف انه ده في مصلحه النادي فتمام. لكن لو النادي مش موافق فانا ما عنديش مشكله خالص، هبقى مرتاح يعني، فهبقى مبسوط اكتر ان هم متمسكين. يعني في الاخر هو قرار النادي مش قراري. ربنا يوفقك يا رفعت في اللي جاي وتكسر الدنيا وترجع المنتخب ونشوفك بتتالق وتتالق، لان الحقيقه بستمتع دايما وانا بتفرج عليك. ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك وشكر. بشكرك احمد، بشكرك شكرا جزيلا احمد رفعت.